الدوالي هو وضع بتكون فيه الأوردة متقرنة ومتوسعة، ممكن أنه تظهر الدوالي في جميع الأوردة في الجسم، لكن تصيب أوردة الساقين في الغالب، وهذا لأنه المشي والوقوف الطويل بيزيدوا الضغط على أوردة الجزء السفلي من الجسم. أنا دكتور صبح اليازجي، تابعوني بعد الفاصل حتى نتعرف على دوالي الساقين. أهلا وسهلا فيكم. بالنسبة لكثير من الناس، دوالي الأوردة وهي نوع منتشر وخفيف من الدوالي تعتبر مشكلة تجميلية فقط، وبالنسبة لآخرين من الممكن أنها تسبب الدوالي أوجاع حادة جدا وعدم ارتياح، وممكن تؤدي في بعض الأحيان لتعقيدات ومشكلات أكثر حدة وخطورة، فهي بتشكل في بعض الحالات خطر للإصابة بأمراض ثانية تتعلق بتدفق الدم في الجسم. طيب، ما هي أعراض الدوالي؟ من أعراض الدوالي أو الأوردة بتكون تبدو ملتوية ومتورمة، يعني وكأنها هي عبارة عن حبال على الساقين، وفي الغالب الدوالي ما بتسبب ألم على الإطلاق. ومن أعراض الدوالي أوردة باللون الأزرق أو الأرجواني، أوردة تبدو إنها بتكون ملتوية ومتورمة وكأنها هي عبارة عن حبال على الساقين. ممكن تظهر الدوالي في أماكن مختلفة من الساقين، من الفخذ وحتى الكاحل، ومع ظهور علامات وأعراض مؤلمة ممكن تشمل الشعور بألم أو ثقل في الساقين، حرق وخفقان وتشنج عضلات وتورم في أسفل الساقين، زيادة الألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. برضو كمان من الأعراض الحكة حول وريد واحد أو أكثر، تقرحات في الجلد بالقرب من الكاحل، ممكن أنه يعني تشير وترمز لوجود مرض خطير في الأوعية الدموية بيستدعي علاج طبي. برضو عروق العنكبوت هي حالة مشابهة للدوالي لكن بتكون أصغر، فبتكون أقرب للجلد، وعادة بتكون حمراء أو زرقاء وتظهر على الساقين عادة، لكن ممكن تظهر برضو على الوجه، وبتظهر بأحجام مختلفة عند الأشخاص مختلفين، وغالبا تبدو مثل بيت العنكبوت. طيب، السؤال بيطرح نفسه الآن، شو هي أسباب الدوالي الشائعة؟ أولا العمر. كل ما تقدم الإنسان في السن تفقد الأوردة من ليونتها، فهذا بيجعلها تتمدد، وممكن تصبح الصمامات في الأوردة أضعف، وهذا بيتيح للدم اللي لابد أنه يتدفق للقلب أنه يرجع للوراء، وطبعا وهكذا بيتجمع الدم في الأوردة، وهذا بيؤدي لاتساعها فبتتكون الدوالي. تظهر الدوالي بلون أزرق لأنها بتحتوي على دم يفتقر للأكسجين. ما هي العوامل التي تزيد من خطر الإصابة؟ أولا العمر. الدوالي غالبا تظهر في سن ما بين 30 إلى 70 عام، وبيزداد خطر الإصابة فيها مع التقدم في العمر. ليش؟ الشيخوخة تسبب تآكل وتمزق الصمامات في الأوردة، واللي بتساعد في تنظيم تدفق الدم. في النهاية بيؤدي تآكل الصمامات لتمكن الدم من الرجوع إلى الوراء إلى داخل الأوردة، فهنالك طبعا بتتجمع بدل من إنها تتدفق للقلب. اثنين الجنس. النساء تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالدوالي من الرجال، والتغيرات الهرمونية خلال الحمل في فترة ما قبل الحيض وفي فترة سن اللي هو اليأس أو ما يسمى سن الأمل ممكن تشكل عوامل محفزة لكده. الهرمونات الأنثوية بتميل إنها تسبب ارتخاء في جدران الأوردة، وتناول الهرمونات البديلة أو حبوب منع الحمل ممكن يزيد خطر تكون الدوالي. ثلاثة عوامل وراثية. احتمال الإصابة بالدوالي اللي يزداد عند من يعاني أقربائه من اللي هو هذه الحالة. أربعة السمنة الزائدة، الوزن الزائد بشكل ضغط إضافي على الأوردة. خمسة الوقوف لفترات طويلة. فالتدفق الدم يكون أقل كفاءة عند البقاء في الوضعية نفسها لفترة طويلة. طيب، ما هي مضاعفات الدوالي؟ مضاعفات الدوالي تعتبر نادرة لكن ممكن إنها تشمل القرحة وجلطات الدم. اثنين الحمل.
الدوالي بتتكون عند بعض النساء الحوامل، فالحمل بيزيد من حجم الدم في الجسم لكن بقلل تدفقه من الساقين إلى الحوض. الدوالي اللي بتظهر أثناء الحمل بتتحسن عادة دون ما حاجة لأي علاج طبي في غضون 3 أشهر بعد الولادة. طيب ما هو علاج أو وسائل علاج الدوالي يا دكتور؟ علاج الدوالي ممكن يقتصر على طرق ووسائل للعلاج الذاتي، وممكن يحتاج لإجراءات بنفذها الطبيب عشان يسد الأوردة أو إزالتها. بتشمل هذه العلاجات أولاً ممارسة الرياضة. الرياضة بتخفف الألم وبتمنع تفاقم الدوالي. 2 الرعاية الذاتية، فهذه الرعاية الذاتية بتخفف الألم وبتمنع تفاقم الدوالي، وتشمل هذه الرعاية الذاتية نخفض أوزاننا الزائدة، نتجنب ارتداء الملابس الضيقة، نرفع الساقين، نتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة. 3 استخدام الجوارب المطاطية. ارتداء الجوارب المطاطية هذا بشكل في كتير من الأحيان خطوة أولى قبل أي علاج آخر، وبيتم ارتداء هذه الجوارب طول اليوم بحيث تكون ملفوفة حوالين الساقين وتشكل ضغط عليه، وهذا بيساعد على دفع الدم في الأوردة والعضلات في الساقين بشكل أكثر كفاءة. عند شراء الجوارب المطاطية لابد أنها تكون قوية لكن ما تكونش مشدودة ومحكمة. 4 علاجات تانية. فإذا كانت العلاج الرعاية اللي هي الذاتية والجوارب المطاطية ما ساعدت في علاج الدوالي، أو إذا كانت الحالة أكثر خطورة، فقد يوصي الطبيب بأحد العلاجات التالية: علاج الدوالي بالتصليب، ممكن يقرر الجراحة بالليزر، إخفاء الأوردة. وبالتالي هذه مجمل ما يلجأ له الطبيب لو طبعا ما تمش اللي هو الاستفادة من العلاجات الطبيعية المنزلية. طيب ما هي سبل الوقاية من الدوالي؟ تحسين الدورة الدموية وشد العضلات، هذا ممكن يقلل من مخاطر الإصابة بالدوالي، والتدابير البيتية اللي بتساعد في التخفيف من عدم الارتياح اللي بينجم عن تشكل الدوالي ممكن يساعد على منع ظهورها. هذه تشمل التمارين الرياضية، المحافظة على وزن صحي، انه نحافظ على نظام غذائي غني بالألياف وقليل الملح، نتجنب الأحذية اللي إلها كعب عالي والجوارب والملابس الداخلية الضيقة، نرفع الساقين، نغير موضع الجلوس أو الوقوف بوتيرة سريعة. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وأدعوكم لمتابعتي أيضا في قناتي في صحة العائلة العربية لتجدوا ما يسركم من محتوى صحي يزيد ثقافتكم الصحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.